مساء الورد، مساء الفل عليكم تلاميذنا الحلوين. عندنا قصيدة أبي. انظر تراني يا أبي، أقرأ ما في كتبي، أكتب فوق أسطر خطت بماء الذهب، أحفظ درسي كله وأعتني بواجبي، في صفحة قد أشرقت بالعلم ثم الأدب، فيها مضامين الهدى وسلم للأربي. أبي انظر تراني يا أبي، أقرأ ما في كتبي، أكتب فوق أسطر خطت بماء الذهب، أحفظ درسي كله وأعتني بواجبي، في صفحة قد أشرقت بالعلم ثم الأدب، فيها مضامين الهدى وسلم للأرب. والأرب هنا يعني الغاية، الأرب معناتها الغاية. شكرا لكم تلاميذنا الحلوين، إلى اللقاء.